خمس نجوم على قناة ست البيت. مساء الفل، صباح الخير، نهاركم سعيد، صباحكم شريف، على حسب بقى تتفرجوا علينا في ميعاد البرنامج ولا في الإعادة. بس يعني نتمنى ان انتوا تكونوا بتتابعونا دايما وتتابعوا برنامج خمس نجوم. احنا بقالنا فترة بنذيع من مدينة شرم الشيخ، وبالتحديد احنا النهاردة في فندق ميفنبيك خليج نعمة او نعمة باي. شفنا في حلقات سابقة في برنامج خمس نجوم كذا مطبخ من او كذا كوزين من الكوزينز في فندق ميفنبيك هنا في خليج نعمة. والنهاردة مع الشيف رجب مسؤول قسم الخباز في فندق الميفنبيك. ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا بحضرتك. شيف رجب هيعمل لنا النهارده شويه كده حلويات من اللي قلبك يحبها. مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله. طيب هتعمل لنا ايه النهارده شيف؟ النهارده ان شاء الله اهلا وسهلا بقناه ست البيت. انتوا رحبتوا بينا كلكم بصراحه، يعني هنا طبعا يعني شرفتونا والله. قمه في الاخلاق والذوق. النهارده ان شاء الله هنعمل دونتس. هتعمل دونتس؟ دونتس. تمام. دونتس ده كلمه هولنديه. كلمة هولندية. طبعا لي صوتك شوية. كلمة هولندية. الدونتس ده اخترعوه الهولنديين في أمريكا الشمالية. اخترعوه الهولنديين في أمريكا الشمالية. قبل الاستعمار. أوكي. قبل المستعمرين سنة 1847. يا ده أنت حافظ التواريخ طبعاً. أيوة التواريخ وكل حاجة طبعا. أنا كل حاجة. 1848 حصل تقريبا. تفتكر 48 حصل إيه؟ لا ما أفتكرش بس أنا عرفت. طيب ودونتس ده كلمه هولنديه. كلمه هولنديه و يعني بها خبز الزيت او اولن كيك. او ايه يا فندم؟ اولن كيك يعني أولن كيك الزيت. يعني اولن كيك كيك الزيت. اوكي. طب يعني ايه هي نفس ال نفس المعنى. طب والله ده معلومه كويسه عن الدونتس. انت عايزين ناكل بقى ان شاء الله يعني ما قلنا اتكلمنا كتير. احنا اتكلمنا كتير ان شاء الله. دلوقتي مع حضرتك هنا نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق. 3 اصفر بيض. تمام. 3 صفار بيض. 80 جرام سكر. 80 جرام سكر. بص الخباز مسته الحاجه بالجرام. 60 جرام زبده. تمام. هنا 15 جرام خميره. طب ممكن نقول المقادير تاني؟ معلش المقادير التانية. نص كيلو دقيق. تمام. 3 اصفر بيض. 80 جرام سكر. 60 جرام زبده. 15 جرام خميره. 10 جرام ملح. ملح. وده ايه يا شيف؟ ده جوز هند؟ لا ده جوز هند. ده الجرنش. الجرنش لحاجات الجرنش. اوكي. انت حاطط الجرنش جوز هند مربى. كريمة وعسل ولا ايه؟ انا مش شايف. ده مربى. مربى ودي مربى. وده شوكولاته بيضة. شوكولاته بيضة. وده شوكولاته بني. شوكولاته بني. تمام. هنبدا بقى ان يعني احنا هنا نشتغل. الاول هنحط الدقيق في العجانه. بتعمل الدونتس انت كل يوم يا شيف؟ على الفطار. على الفطار طبعا. الفطار بيطلع الفطار يوماتي. بيجي معاه حوادث ولا لازم هو يجي مسكر؟ لا لازم يجي. ممكن عجينه الدونتس تتعمل من غير السكر؟ لا لازم تتعمل مسكر. طب لو اتعملت من غير السكر مش هتدي نفس النفشه؟ هتدي نفس النشفه وكل حاجه، بس مش هتطلع ان هي لازم تاخد الجرنشه بتاعتها. اوكي معاك. لازم تاخد الجرنشه بتاعتها. ولا مش مثلا انك تعمل دونتس بس تكون حوادث؟ لا احنا ممكن تتعمل بس يعني الدونتس مش هتبقى دونتس. مش هتبقى بدونتس. الحوادق دي ليها حاجه ثانيه. احنا حطينا دلوقتي الدقيق. دلوقتي هنحط سكر مع الخميره. سكر مع الخميره عشان يتفاعلوا. المفروض اساسا اللبن يكون ساخن. انا بس يا جماعه عايز اقول حاجه على الخبيث تاني للناس اللي لسه بتتفرج علينا. اسهل حاجه واصعب حاجه في نفس الوقت المعجنات، ويمكن الشيف يوافقني في الموضوع ده. طبعا. يعني سهله لو عرفت المقادير وعندك التولز المظبوطه او الادوات المظبوطه. طبعا. واهم حاجه التخمير والحاجه بالزبط. كل حاجه وبعدين معروفه يعني. عملت زي ما الشيف رجب هيقول، لو عملنا هتطلع النتيجه ان الراجل ده بيعمل بتاع دي 340 مره في اليوم. صح. كل يوم 365 يوم في السنه. طبعا. فيعني عارف هو بيقول ايه. طيب شيف ممكن نقول تاني حطينا ايه في الاول؟ حطينا الدقيق والعجينه والسكر مع الخميره عشان يتفاعلوا مع بعض. والخميره. والمفروض اساسا وبعد كده هنحط ايه؟ ننزل المقادير بتاعتنا. ننزل باللبن بتاعنا. ما ينفعش نحط الملح مع الخميره. ليه يا شيف؟ تنهي المفعول بتاعها عشان الخميره ماده رطبه. اوكي. تنهي المفعول بتاعها. والملح بيسحب الرطوبه. والملح يسحب الرطوبه. بيجف. وكده ايه؟ هنحط بقيه مقاديرنا. نحط الزبده برده. انت بتعيشنا. وبعد كده ننزل بالبيض. تمام. الاصفر بيض. دول الاصفر بيض. 3 اصفر بيض.
وعادي لو عايزين يحطوا الاصفر بيض مع البياض مفيش مشكله، مفيش مشكلة. بس الاصفر احسن. في ناس يا شيف بتعمل ايه في الكيك برضو؟ نحب نقول للناس، عايز اسالك على في ناس بتيجي تفصل الصفار عن البياض، وتضرب البياض علشان الكيكه تبقى سبونجي، تبقى سبونجي. الكلام ده مظبوط؟ اه تمام. لا خلاص، حطينا المقادير بتاعتنا، حطينا اللبن، نبدا نعجن بقى. ناقص الملح ده هنحطه، بس استنى شويه وبعدين بتحط الملح. اه المفروض استنى شويه وحط الملح، بس انا هحطه على جنب عشان وقت التصوير. اوكي كده نركب المقادير بتاعتنا. يعني شيف بيورينا ازاي العجينه، بس طبعا العجينه دي بعد ما بتتضرب لازم تتخمر يا شيف. اه لازم تتخمر وتريح. بتريح المفروض 15 دقيقه، والتخمير بتاعها من 60 دقيقة ل 90 دقيقة. يعني ساعة ونص. التخمير بتاعها ساعة ونص، ساعتين الا ربع. يعني بس احنا طبعا عشان اختصارا للوقت احنا مجهزين عجينة اوريدي متخمرة، والشيف بس هيورينا الخطوات وهنوريكم ازاي الدوناتس كمان بتتجرد، بس احنا برضه مجهزين رصة كبيرة. بس احنا هنعمل سامبل كده اثنين ثلاثة في الهواء الطلق. عايز اقول لكم ان الدنيا هنا في شرم الجو ابتدى يتحسن شوية، خصوصا ان احنا النهارده بنصور زي ما انتم شايفين كده ساعة ايه الشمس نازلة شوية. يعني احنا دلوقتي حوالي الساعة 5، بس زي ما انتم شايفين الناس لسه في المية والمراكب ماشية. شغل العجانة، شطات طايرة. شغل العجانة على الهادي الأول لمدة دقيقتين. هتشغل العجانة على الهادي، مدة دقيقتين. تمام. وبعد كده 3 دقايق على السرعة. وبعد كده 3 دقايق على السرعة. واحنا بقى هنطلع وهنقرص هنا قدام الناس. هنطلع وكل حاجة وهنفرك كل حاجة وهتريح العجينة. وتعملها بالفورمة. وتعملها بالفورمة وتطلع والطريقة بتاعته طريقة سهلة جدا. تمام. سهلة جدا. طيب شايف إيه أنت؟ أنا شايفك برضو حاطط حاجات كده، يعني أنا شايفك حاطط عيش براون. عايزين كده نحكي لحد ما العجينة ده عيش فرنساوي، عيش باجيت. عيش فرنساوي. فرنساوي كريزي. وبعدين حاطط أنت عيش براون. سيريال. وعيش سن وعيش براون. وده عيش سوفت. أنت بتلبس كل الحاجات دي هنا في كل الحاجات. ما بتجيبوش حاجه من بره؟ لا طبعا ما بجيبش اي حاجه من بره. وهنا في كروسان، وهنا في دانش، كل حاجه. وهنا فيه براون بريد. نوع الدقيق؟ نوع ده خمس نجوم. دي خمس نجوم. ماشي مصدقك. بس انا قصدي انه هل نوع الدقيق بيخلي شكل الحاجه تختلف؟ اه طبعا. اه طبعا في دقيق عن دقيق يفرق. اه هو يعني هل انت مثلا بتستخدم الدقيق فاخر في حاجات معينه وفي حاجات معينه تانية بتقول مش فارقه؟ هو الدقيق الفاخر بص بيطلع في كل حاجه. طب ما تسيب بقى العجينه شغاله كده وتعالى نسخن الزيت بتاعنا ولا ايه؟ ماشي. مش انت هتقلي؟ اه على ما ايه، على ما اتصور. انا مش عارف البتاع ده جامد يعني سخن قوي، فالزيت خلي بالك مش هياخد وقت. ماشي. فاعتقد انت بقى دلوقتي على كده ان احنا نطلع العجينه. هنطلع العجينه بتاعتنا ونوري الناس كده ازاي بنقرص واحده، وممكن نقلي بقى الفورمه اللي انت مجهزها ورا دي. يعني بعد اذنك يا شيف، يعني انا بس على ما الشيف يوريكم ازاي هو وصل للمنتج دوت. يعني العجينه بتاعتنا هو ده المنتج النهائي اللي احنا عايزين نوصله. بعد ما نقرص ونعمل بعد ما نقرص وهنفرد العجينه. تمام. انا هنفرد دي هنا كده عشان بس الكاميرا تشوفها، وبعدين على ما الزيت يسخن وانت تورينا نبتدي بقى ايه نقليها وانت بتوري الناس، عشان ايه نضرب عصفورين ان شاء الله. المفروض العجينه تريح ربع ساعه حاجه. خلاص نفرد العجينه، المفروض تريح العجينه ربع ساعه عشان ما تاخدش عرقه. تمام. عشان تفرد معاك بقى سهله. طالما ريحت خلاص. هو الزيت بيهددني. والعجينه بتتفرد على 2 سم. تتفرد العجينه على 2 سم. تتفرد على كام سم؟ 2 سم. يعني ايه تتفرد على 2 سم؟ سمكة يعني؟ السمك بتاعها زي عقلة الصباع. كده. بس هي لازم طبعا تريح ربع ساعة. لازم تريح ربع ساعة. اه. بعد كده تفردها وتريحها كده. بعد كده تقطعها وتسيبها تخمر. تمام. طب نقطع كده فورمه نشوف بس الناس، يعني فورمه مثلا اللي هي المدوره فورمة فيها الخرم. المدوره اهي. تمام. اللي فيها الخرم. هم كلهم مدورين. كده. الشكل يعني بتاعها ده. دي كده. اه. بعد ما بتنفش بيبقى نفس يعني بيبقى الشكل ده. دي بعد ما بتنفش وتريح بتبقى الشكل اللي جنبها. ودي. ودي. بعد اللي جنبها دي. بتبقى. بعد الخمر بتاعها. اللي جنبها بعد ما تخمر. اه. تتغطى طبعا يا شيف لحد تتغطى طبعا ببلاستيك طالما في بس في ناس ما فيش في البيوت الكلام ده فلازم يتغطى بالبلاستيك. تمام. تمام. طيب نبتدي بقى نقلي. نقلي بقى مش كده ولا ايه؟ الزيت لازم ما يكونش سخن قوي.
طب احنا كده عندنا مشكلة. ايه؟ الزيت نار. لا الزيت مش نار ولا حاجة. لا طب انا شلته صح من على البتاع. لسه. طيب تمام. فالزيت ما يكونش سخن قوي عشان الحاجة ما تاخدش لون ذهبي. مش هتاخد كمان. المفروض تاخد لون ذهبي. انا شايف يعني دلوقتي من جوه يا جماعة. تحط على ظهرها. انا عايز اوري الناس بس ما في يعني. تحط كده. على ظهرها. والزيت مش عشان لما تتقلب ولما تتقلب اللي تحت ده بيبقى خفيف بتتقلب على الجنب التقيل. يعني انا احطها كده؟ يعني اللي تحت ده يبقى فوق؟ اللي تحت ده يبقى فوق. كده. تاني هي كده برضه. نفس الحكايه ونسيبها بقى ان هي ايه؟ بس انا مستغرب ان انت ما استنيتش الزيت لما يعني زي ما بيقولوا يقدح يعني. ما هو الزيت لو قدح قوي هتاخد لون بسرعه فهتلاقي من جوه عجين. مش مستوية. مش مستوية. اوكي. ما ينفع فلازم ان هي تبقى نص السوء. الزيت ما يكونش سخن قوي ولا بارد قوي. اللي هي الدرجه دي يعني. اللي هي الدرجه بتاعته يعني الزيت المفروض 3 دقائق على النار. 3 دقائق على النار. 3 دقائق على النار تبدا تسوي. ده كلام جميل. طبعا يا جماعه ايه الشيف مجهز لنا رص الدوناتس بالجرنشات بتاعتها كلها. طب شيف سؤال. انت انا عارف ان انت هنطلع في الفصل الجاي الحاجات الجاهزه. بس هل انت بقى بتيجي عشان الناس بس تعرف الدونات في ناس ما تعرفش ايه الدونات اساسا. هل احنا بنحط المربى على الوش؟ المربى على الوش وممكن نديها كريمه كاستر من جوه نفتحها. تمام. ممكن نديها كيك شوكولاته. شوكولاته. شوكولاته وشوكولاته بيضه. شوكولاته وكريمه. وممكن شوكولاته وكريمه من جوه برضك. يعني بص زي ما اي حاجه موجوده عندك وانت حابب تاكلها بيها تعملها. بتميكس بقى وتحط مع بعض. طيب انا شايف ان احنا نطلع فاصل ونستنى الحاجه كده لما تستوي على رواق ونطلع الحاجه الجاهزه هتشوفوا لونها عامل ازاي. انه خلاص احنا دي اخر خطوه حطينا الحاجه في الزيت. اول ما بتاخد اللون اللي احنا عايزينه بتاع السوا بنعرف ان هي استوت. هنشوف الحاجات ازاي متجرنشه. الشيف هيشرح لنا تاني برضو المقادير في الفصل الجاي. خمس نجوم النهارده معاكم كمل في ميفن بيك نعمه باي في شرم الشيخ. انتظرونا.